وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إن شاء الله تعالى نبدأ من الدرس آية اللحاد إلى آية السغالية طبنات وصورة هود واي وبلوغ جسكي لبي طبنات وي. الله وحليه سبحانه وتعالى وما من دابة أي الدهرة وحيا هيد كو قلب قوضة وحا كتشرة كالقرية النبغة وإنونا ألا أغانين الله هو أغيهي إنونا ألا أغانين أي لتهي الله هو أغيهي سبحانه وتعالى وما من دابة مركا الله علمي قيسب الله نديس الله الشيكيني وما من دابة وحر الصعود همتشنو في الأرض أرض الإحدادة إلا أجرس على الله ألا دشيس وحاءه رزقها رزق قيدة ويعلم ألا وحو أغيهي مستقرها مكان كسوغنان تهذا ماشي للك كتشوكتو ومستودعها ماشي اللي وذي عدق دوتو كيدهانا يقدم بين دوتو وماشي كل من دونتا كل دمان وحد دابده أرداد شوكتي يرزق قيدة في كتاب كتاب بيكو سوغيه المبين وعاد والله محفوظ دابد كستو دابد وحالي لما يدب على الأرض للك واحد للتكوبة اللي كرتكوبة دابت كسته او جيرتا ارضدا الله رزقيده حق الله كاهد رزقيده مركا رزقو انانو سيغينا وحاد كو غران يعلم مستقرها ومستودعها مستقرها دد با سي خاصه او فصيله خدي مستقرها دبركي ابها مركا كو جيرتي مستودعها رحمتي هوين وعام با كفي عنو لا يراه مستقرها ماشي جوجت دبركي هويده لا سو بلاابو دبركا ابه لا سو بلاابو وركي هويه لا سو مريو دولكا ماشي كجوجت با معناها في تقسيق ما هي ساعد دين مرة يسمى الزبن كادين لغا سوقاته البرق سيقيب الله ماشي كسوغان تهيب ووقي هاي دولك ماشي كتوقتنا ووقي هاي مركة رزقي قادي سيق ما هي وي معنى الروب قوك على مركي ودوه وحالقا يابا أدونك قبيهان اسكو مرين ودوه الروب قفو البرزقي قيسي وحالكاكو هلا وي نبي يرتاهي إنا فهمه مركة عام بان كدقينا إلهي ماشي كسوغان تهيب ووقي هاي أدونك كميدا bartay joogto iyo geedkii hoos joogto iyo ciidda meeshii ka joogto iyo habkay u dhaqantay zabankay joogto intaba Allah waa ogeey subhanahu wa ta'ala idan rizqiyad ma seegayo wani wama min daabatin wa socda ma jira fil ardi dulka dushiisa socda oo tukuba talaabooda illa ujrisa ala allahi min allahi qul ya ala da min ku bedelayo alla korkiisa daas yar diidan yihiin illa xuruuf aljarn wa iskana ibn ughnan illa ala allahi min allahi الله حقي سوحا كاهدي على الله بهدي الليلة الله دشي سوحا الله اسكو واجبي لي رزقها رزق غيدي ويعلم ألا وأغيهي مستقرها مكانك السقنان كذا أرضاد ماشي كجوكتي زبن كأي جوكتو ومستودعها ماشي اللي وذي عليك الدون يكون من دونتو انتبا الله بأغ إذن رزقك مسيق يويا بارك الله سبحانه وتعالى وحي رزقك اللو يقانا لقدا وحقفك أعنه واستعمالا رزق اللو يقانا قل هذا معتزيلة وحيدا رزقه وحال لو يقانا وحي لم يلكيه ما هالسداس وحوي جنة حويان كوكلا بالمثل يو شنبرها وكلا فيت غبي عنان مين ملكي ملكي كسره بمايو مرك ملكي وحوي ووقف قوف صدو وسمال حرام بها آهاته كل نمان فيزق يمرزوقين تلبض هو اللي أرزاق يؤدى بدأه يفيزق قبا في كتاب مكسوه المبين أنه عضو ملائكته يقول له بيسي سبحانه وتعالى الله محفوظك وهو قال لي الذي الله هو خلق السماوات السمد أبوري والأرض دل كان أبوري في ستة أيام لحمال متقدر كود لحمال متقدر كود وكان وحونها مركا وقال للسمد يا أرض أبوري عرشه عرشيسو على الماء بيدش وضبوها محا السمد يا أرض مركا الله أبوري ليبلوكم منه إذن كو امتحانه بني آدم أيكم كيني أحسن وناقبدا عملا حق عمل امتحانك واحد لك اللي يكدر سميه ورزقي الله إذن كو قري والرسول إذن كو صادر قف بقفك كعمل وناكسين يهي إنه صاد ظاهر الله قابع المريض قفك عمل كي صالح النقضة قفك آد حلال ميرد النقضة قفك آد الضاعي سنه لحاد قفك آد قفك دنبيلة وامتحان ولي الدنيا ده واحد يشوكتان وامتحان بلاش مجوكتان وبلاش الإذن ما أبو روان الله سبحانه وتعالى في ستة أيام بو أبو روان قدر كوني لحظة كو أبو لها يوحك سياري كأنك إنك اللي نبري حكمة بانا كتير توي وهو الله يعني اللي احنا مال مصيدك ليهين سورة فصلت وكي كلا سار سار توي وهو الذي الله هو يخلق أبو رئاس السماوات السمدي والأرض
في ستة أيام لحم الموت قدر كود بكو أبوري وكان وحوها عرشه عرش جيس مركز على الماء بيها دشوضة ليبلوكم إنو ألا إذن امتحان درتاد بو سمدي أرض دو أبوري أيكم كيني أحسن وناك بدن عملا حق عملك مركا وحاون ماشي إنو أغم وقنيس عرشه إنو كهر ريي سمدي أرض دو أبورك وذا مركا عرشه محاهي دبايل باهي عرشه بيوت كدل شغي بيها محاها يا دبيل باب بيها يسيبالي أو الله سبحانه وتعالى قدر ديس بركة دوا وقت إنه أين كشيكين كرين فهمنا كرين كان الله ولم يكن شيء الله هو أها إسوان عد وحيه كرين بركة خلقه سؤال الله أبوري بركة سيدة هذا موقتا بيها الله أبوري عرشقنا بيها يكود يدوشي ساها بيها ندبيل باب هايسي انت علم كشيشي لم أغانين ولا إن قلت هذا هذا النبي الله محمد إنكم إذنكم ذاديه مشركين تاهي مبعوثون والإذن صبحين قيامها من بعد الموت لما شهد كذب والإذن لا حساب تمه ذات كتر هذا ليقولن وحيدها يان الذين هو كفروا قالوا بي إن هذا ما هذا وحن أشيغ يماءها وقرآن كي وحن إلا سحر سحر موية مبين ونعاد وحن أليه والإذن صبحين إيو وحن إنو الشيغ يان وسحر يان السرحاد وحقيقة ما لم إليه سحر هو أن يسرح الله حقيقة له يعني سحر هو وحترة أو لقبته لكن وحقيقة يعني خيالي بو إبداً يهي الله وحولي يهدات كتر هذا ولا إن قلت هدات هذا إنكم مشركين تي إلا مبعوثون والد صابحين من بعد الموت اللي مشهد كذب لا يقولن وحي أرانيا الذين كوي كفروا قالوا بي إن هذا ما هذا وحن محمد شيق ماها إلا سحر مو يمبين عضو وسحر هير سنو قيد بالله قبنين بيليه بركة الله وحوليه وحيكو كتشو من دبليق عذاب كاللقى دبليقى ولئين أخرنا هدان كدبليقنو عنهم حقو ذا العذاب عذاب الدنيا هدان كدبليقنو إلى أمة مدة معدودة ترسان هدان كدبليقنو ودور سناء ليقولون وحي أرانيا ما يحبسه عذاب في محاها باصي يقو جاس جاس يددجس يتيكسد أقليا والعذاب كله الشيء يوم ها حباسي الله نحكمة بودي بقول لك أيوه وحوي إلهي ما نقدر بلقى عذاب في ماشي كده الهاين وكفر حسنان الهاين وروح إلى الشيء يا أول مو يمادوي ساسي لين واجز ذس أما واتيكس استعجال ولا إن أخرنا هدان كده بلقنه عنهم حقوا ذا العذاب العذاب كدت كهدان كده بلقنه إلى أمة مدة معدودة ترسن فرق ترسا أمة تنتو إلى سدات سيود بالله استعمالها أمة إمامك والله استعمالها قفك كلجي ولكن بالله استعماله وحال الله استعماله هوية الله استعماله جماعة الله استعماله إلى أمة مدة معدودة ترسان هذان عذابك كذب دقن لا يقولون وحيرنا يان ما شيء غير يحبسه عذابك حباسي ما هي ولا إيمان واي الله عليه ألا تنبه يوم مال يأتيهم وي ما عذابك ليس ماءها عذابك مصروفا كل جل يحن عنو بحق هذا كل جل يحن ما عدك اللي يحن كتماله وحاقه وحاكدق ورنع وكمر بهم يغا ما شيء كانوا هايين يستهزئونك وكو جيسيس به شيء كو جيسيس عذاب كي لهايين قرم إمانا يا جيسيس هانو لهايين فاكدق يوي مركا مالين تاس وحاين عذابكم محاحا باسيب أولهين مركو يمادو عيد كالي عينكرتي عيد كدو كرتم إنما تيرو ونو إحاضين ورنع وكمر يو أحد كبحسن كرا حبين كبحسن كرتم إنما لبو ألا ليه سبحانه وتعالى مركا عذابك النوع عاسي إلا مردي وحكا علينا يا ونشرين وحي آت كغن بدقلي لهي إلا سمعي صوم أهول وحق الله صور راعه ألا تنبه يوم مالياتهم ويماده عذابك فاعلوا ياتيه وعذابك ليس اللهم ليس ماهن عذابك مصروفا كل قل ليحن عنهم حقوا ذا لقل ليحن وحقا وحاكودك بهم إياقا وحاكودك ما شيقي كانوا أهن يستهزئون به كواكو جهزيسة عذابك يكو جهزيسي جرينو عرنوكين يقورم من أي لهايين با كل دقايا وحكا بتبادين كرانا ما تشيرو بدك لدقن كبني آدم كأما إنسان كا ولينا دقنا هدان لدن سينو الإنسان الضدك منا حقا يقر رحمة الرحمة هدان كدن سينو وصحائي برواقائي هلان ثم نزعنا ها فحمد دي أن كسي ابنه منه إنسان كحقيسة إنه إنسان كله يؤوس كي قوص شبدا وي كفور أو نعمة قرن بطن قال لما بطن نعمة أو قرنين oo waxa weeye nicmadii la siiyay ee laga qaaday waxa weeye ilaahi nicmada hore siiyay kuma kalsoono ilaahayna nicmadan buu keenay dhimi maayo bari maayo uu qusan inaannu dib dambe nicmad u helayna buu nicmadii hore alla siiyayna
marka ma had sheeganayee balaayo basban soo maray bulay waxa weeye muuminiinta dhaqankeedu waa sida ka duwano marka inta nicma la siiyo dhibaato dhacdo way ku sabrayaan ilaahayna inuu ka dul qaaday bariya nicmadii hore ee alle siiyayna way ka mahad sheeganayaan walayna daqnaahu walayna daqnaa hadaan dadansiino al insaana dadka minna xaggayaga raxmatan raxmad hadaan ka dadansiino uma nazacnaha raxmadii aan ka siibno minhu insaanka xaggiisa innahu insaanka dhaqan ahaan la yauusun fii quusasho badan weli kafuurun oo nicmo qarin badan gaalnimo badan yacni yukafir nicmat allah nicmadii hore uu soo maray sidii iyadoo soo marin buu arkayaa dhinaca kalena walayna daqnaahu hadaan dadansiino nacmaa'a nicmo hadaan dadansiino bacda daraa'a dhib kadib haddii sixi iyo caafimaad iyo barwaaqo la siiyo intay dhib soo mareen kadib darahaasoo masad u taabatay layaquulanna waxay odhanayaan ama insaanku wuxuu odhanaan idhaahdee dahaba sayi-aatu xumaantii iyo dhibkii wuu iga tegay canni xaggee meeshuu ka dhihi lahaa ilaahay baa iga qaaday alxamdulilahi rabbi alcaalamiin yule waa iska caadiday weligeed siday ahaan jirta oo waxaa la yidhahda wey in marna dhib yimaado marna daafis imaado waa iska caadi allah baa keenay male innahu insaanka sida lagu yaqaan la farixun farax badana weeye farax kibir fakhuurun oo faan badan oo sidii nicmadan isagoo isagu samaystay buu dadka aan alla siinin ugu faanaya marka farxaddu sideeda mamnuucu ma aha ee farxadda kibirku ku jira iyo korisu qaadqaadku waa midda midda la diidan yahay min dabiicati linsaan waxaa ka mid a allah subxaanahu watacaala hadduu nicmo siiyo dhibaato intay soo martay kadib wuxuu leeyahay war dhibaatadii way iska tartay waa siday ahaan jirtay weligeedba markaasuu farax kibira iyo korisuqaad iyo maxaad iga taqaana sidii isagoo nicmada samaystay dadka masaakiintaana markaasuu u faanaya dee anigaa samaystay waa shaqaystay soomaa shaqaysade maxaad igaa taagan tahay wey walayna daqnaahu haddaan dhadhansiino insaanka nacmaa barwaaqo iyo nabadgelyo iyo caafimaad bacda daraa dhib kadib masad u taabatay layaquulanna wuxuu dhihi insaanku dahaba sayi-aatu xumaantii way tagtay canni xaggayga innahu insaanku markaa la farixun kii farxi weeye farax kibir fakhuurun oo faanaya ila aladiina sabaruu ila aladiina kuwa mooye sabaruu adkaystay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan ulaa'ika kuwaas waxaa usugnaa ulaa'ika kuwaas lahum waxaa usugnaada makfiratun dambi dhaaf iyo wa ajrun ajir kabiirun oo weyn mu'miniinta saabiriinta oo wanaagsan dhibaatadu markay ku dhacdo oo nicmo uga dambayso way ku shukriyayaan markay nicmo intay helaan dhibaata uga dambaysana way ku sabrayaan waa kuwaa kuwa dambi dhaaf ka helaya wey muminka dhaqankiisu waa sidaa markuu barwaaqaysan yahay allah buu ku shukriyo daacadu kordhin markay dhibaata jirtana allah buu u sabriyo ilaahiisuu baryo ilaahu iga dulqaad buu leeyahay allah subxaanahu watacaala waa ka aqbalayaa wey dhibaatadu haba daba dheeraata hadday doontee allah farid buu u furayaa wey mu'miniinta ila aladiina kuwa mooye sabaruu sabray wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan oo sharciga waafaqsan ulaa'ika kuwa noocaas oo dhibaatada ku sabra lahum waxaa usugnaaday makfiratun dambi dhaaf iyo wa ajrun ajir kabiirun oo wey marka nabiy llahi maxamed dhibaatadu kala kulmay mushrikulcarab waxa weeye heer wuxuu gaaray waxyigii loo waxyooday qeyb ka mid a ma iska daysaa oo ku fikiro yuu nabiy llahi maxamed gaaray ma dayn kartid baa lagu yidhi nabiga falacallaka waxaad u dhowdahay taarikun inaad ka tagto oodan dadka u sheegin bacda maa shay qaarkii yuuxaa ilayka xaggaaga loo waxyooday wadaa'iqun uu cidhiidhyamo bihi shaygaa sheegiddiisa sadruka qalbigaagu ka cidhiidhyamo muxuuna qalbigaagu la cidhiidhyamo an yaquuluu inay yidhaahdeen darteed lawlaa unsila maa lagu dejiyo calayhi dushiisa kanzun xoolo kaydoo fara badan muu yeesho waa kana waa faqiire aw jaa'a ama muu yimaada macahu isaga miciisa malakun malag muu yimaas hadalkaa markay ku yidhaahdeen waxaa suuragaloo mumkina inaad qeyb ka mida wixii lagu waxyooday sheegiddiisa iska dayso qalbigaagu uu ku dhici waayood ka cidhiidhiyanto waxa weeye adiga maxaaba mucjizo kuu keenay aduu nadiirun bashiir baa tahay marka waxaa la leeyahay wax lagu waxyooday oo gaadhsii lagu yidhi ma dayn kartid wey nabiy llahi maxamedna ma daynin wax loo waxyooday laakiin mar buu ku fikiray inuu bal ilaahyahooda wax ka sheegooda iska daayo si ay ugu soo dhowaadaano uu ula xaajoodo ula hadlaa ilaahyaha wax ka sheegooda iyo bacsiga iyo waxaa inuu mar qeyb ka mida kala dhimo laakiin nabiy llahi maxamed ma kala dhimin wuu gaadhsiiyey fa in lam tafcal famaa ballaqta risaalata baa nabiga lagu yidhi haddaadan sheegin risaaladii maadan gudanin ood qeyb ka mida qariso falacallaka waxaad u dhowdah oo laga yaaba taarikun inaad ka tagto sheegiddiisa bacda maa shay qaarkii yuuxaa loo waxyooday ilayka xaggaaga oo wadaa'iqun uu ku cidhiidhyamo bihi shayga sheegiddiisa sadruka qalbigaagu ku cidhiidhyamo muxuuna qalbigaagu la cidhiidhyami an yaquuluu inay yidhaahdeen hal lawlaa unsila carmaa lagu dejiyay hadday runti tahay calaydiisa kanzul xoolo waa kanoo cayr faqiira weeyaane hadday runti tahay maa xoolo fara badan siiyo taajir noqdo
أو جاء وجماده معه معيسى ملك الملك وجماده وحي وحكو قيمين أيان أي مودة يعني إنه في عيها أنت إذا فراها بدن بيه وحكو قيمين أيان أشرفتك لما بقى أركان مركاء الله وحليها إنما أنت هذا نذير دقنين بحياتها هذه كنز محابك هو كان ماذا كنز كيني كرا ماذا ملك يارن كرا كور رمية أو كور رمية الله أكو كيني مويان هذا نذير باتها شقد هذا أنت هسيكوك نذير وبشير إنما أنت هذا وحاته كليا نذير دقنين باتها التي كسيد الدقنين كما الدنبايسة والله ألنا على كل شيء شيء لك كل شيء وكيلك كمسؤول ويان شيء والبق كنز جي شيء جيان يا ملك صدر الديس يا وحيك وحصرنا الله لك مسؤول أدوك مسؤول كبتهيد أدوك مسؤول وحد كتهي شقد الغود دري مركا قيب كميدة كبتهي كرتيد بعنا بقى الغود أم يقولون بل يقولون وحيليهين افتراه لهم محمد بابين أبو ارتبيلح أم توا مقضع أو بمعنى بلون أم يقولون بل يقولون وحيليهين افتراه نبي الله محمد بابين أبو ارتبيلح قلوا حد كتنا فاتلوا فأتوا لك عليه بعشر صور طبعا صورة ذات ومثله إساقه كله سيديس أولسان مفتريات الله بين أبورتوات بين أبورتين وادعوه إيارا من استدعتم قف كستود أودان من دنيا الغيب أسلامتي حتى إيارا وحيد كترين وصورة هذه لسه ما يعني إن كنتم هداتين سادقين وكوكر وشيء والنبي محمد بين أبورتين فإذن كبا عرب باتهين وفصحاتهين واسكو ملبات كبر باتهين واسكو لقاة تقانان إذن كان كتر بضاني عدك الصوت كاشن كرتان إيارا طبعا صورة ذات بين أبورة ولكن سيدي سأولسن عرب الله كلا يلومي وحوي كلمة واحدة أو قرآن كأولد عن أو سيدي سأولد واقسا إلى قدرة القرآن كمركل لقول دواقه إنه العربي أي واحد جرى عربي كلا الله مين كلمة قرآن مركل لقول دواقه واحد كجرى العربي كلا ويكسر عن تواش كجرى نساوي قلوا حد كتلة فاتوا لك كلا بعشر صور طبعا صورة ضاد ومثله سو كلا اسمه سو كلا له ومعانيه سو كلا حبارتنه بلغدي سو كلا له مفتريات الله بين أبورتات بين أبورتين وادعوه إيارا من استدعتم قفك الصوت كرتان إن أدو يارتان من دون الله الغيرك أسلامتيني إيا مشركينتي يهود يوردان إيارا إن كنت بداتين صادقنا كورشو نبي الله محمد وبين أبورت مركي هالكلمة اللي إيمان وايين دي نبي الله محمد من بين أبورتان واصحوين فلم يستجيبوا هدي إذن أقبلوا وايان لكم إذن مؤمنين تامرك على الله الله لبي محمد يا مؤمنين تلجبتاي مركا طبان سورة دوضو بينا لا إمادة تلاهدان إذن أقبلوا وإيان لما بإيمان كراني فاعلموا أقادة أن ما أنزيل إن لدجي قرآن كمطلبسا إساقوا حنبارسا وقردها في علم الله ألا علم قيس وأن لا إله إلا حقلق عبد هذا إن ينجر الأقادة إلا هو إساق موياني إن لم يستجيبوا ذا هذه الضمائر تلو علي ويا مؤمنين تا يا نبغا قل يا أعلي إن لم يستجيبوا صوح علي رؤيا دعتك سوء إذن ياشا في لم يستجيبوا أسلامتي يكوى ذو يدنيسين هدي إذن يالي وآيان ومركا هذا الكم حكول عيا قلنا كلام مركا تفسير كهرا كفي عون في لم يستجيبوا مؤمنين تي هداني إذن أجيب كون قال ذي لكم إذن إذن أجيبنا طبعا سورة ذات آني كينين فعلموا أجاد حقيقة هن مركا أيا جا مره ذي وحبك يعني كروايان أنما أنزل إن للدجي قرآن بعلم الله ألا علم جس الوجود دجي وعلم الله حبارتين يعني وألا أجلس دجي ولا إله إلا حق لب عبد أن إنه نجرين أجاد إلا هو ألم مويانه مركز سيدة الدرسة فهلا أنتم مسلمون وهو قال سميسان مركز هذا الكاسم حكور لعيا كوي حجادة كين اللي يريد وحبك كين كرواي يقول لي هو الوالي إذا كقره لي فهلا أنتم مسلمون وهو قال سميسان أما هو النبي الله محمد المؤمنين تهو سيدة وهي حالة دي وقرآن كريم كالله بكيم دي فهلا أنتم إذن كمتي المسلمون كوه وقال سمي وهو قال سمي يا النبي الله محمد تدك الله سعداني من كان قفك أه يريد كي دوني الحياة الدنيا نلوشان دو يوزينة قروح دي بجبر كذا نوفيوا نؤو في إليهم حق وضع أعمالهم جزاء أعمالهم عمل كذا أبال كيسة ينوى في فيها الدنيا ذا دحدادة وهم يقونا فيها الدنيا ذا دحدادة لا يخصون أعمالهم عمل كذا لقى نقصا من مالي آيادو حي أمو قطا قفكي الدنيا ذا الدونة الدنيا أشقيت عمل كيسة صالح شقديس الدنيا أليحية إنو أبال كيسة الدنيا ذا كهلي باي أمو قطا مركز سيدا ميها آياد كلا قيدي سؤو لمن نشاء قفك الدنيا دوني وانو اوفينينا لكن لمن نشاء مركا قف والبوء الدنيا دونا سيدو وحور ربوه لماي قفك الله دونو بهلا يوين مركا وحيودو ده عمل كاغا صالحة هي اعماشا دور لنها داد الدنيا اللي حسو بالمثل قالا دو كلا قيب كميدا والاقا ابال مرين عمل كودا اي لي مادين الدنيا كالاقا ابال مرين لكن اخر وحبو متشيران
مؤمنين تنا عمل كودا وناكسن أدون في آخر أبو الله وقع أبو المريون يبو وحبا لغا نقصامينه من كان قفكي أه يريد في دوني الحياة الدنيا نولشان دو ويوزينة قروح دادا يوع ولع ولع دادا نوفي ونوبو فينينا إليهم حق وضع أعمالهم جزاء أعمالهم عمل كودا أبال كيسي فيها الدنيا دا نوقو فيه وهم يقولون فيها الدنيا دا لحدا دا لا يبخصون أعمالهم أعمال شودا لغا نقصامين مهايو لكن ولمن يشاء الله هو وقفكي الله دون قالوا حاضركي فقيرة ومحبه يسنونه قاتشو لمنية وهذا مفسدة يا ذا كيسة قال مؤمنه مساجد كتيرة اللي احتاجنه وحقي فقير هذا كيسة الدنيا دوا دار امتحان قفنا سيدو دونه مهلاي أولئك كوا نوع عاسة إيه الدنيا دونك الذين كوا ليس لهم ونصنان في الآخرة آخر إلا النار نار مويان مرهدو قفكو الدنيا دون يهي والنار وحو قلاي وحبيدة وحابر بري ما صنعوا وحي السمايين فيها الدنيا ذا لحدة ذا كسن عيان وعمله يا كبر بنا وحبه وترين وبعضهم كيب بلا شوي معنا لآنا ما شيء كانوا يعملون كوا عمل فلا مرك هذه قفكة الدنيا دونك أمومي هاي الذين لهم ليس لهم في الآخرة إلا النار سوى الله مدهن وأنا مؤمن الدنيا دون مرك أجري قيس هاي مرك إلا النار ونكو أبدينين مياني بلور تهرد عندما يوي أسوك بال لكن أبد ونكو نقني وهذا مؤمن هاي أولئك كوا نوع عاشوا الدنيا خادس كأهي وأعماش هذا لأن الدنيا ولا شيء الدنيا خادس كوالله طبعا إن الدنيا ده لقش قي لكن عمل كاجا وناكسين الصالحين الدنيا كضن تماها الذين كوا ليس لهم ونصنا في الآخرة آخر إلا النار نار مويا وحبدا وحابر بوري ما صنعوا وحي سمايا فيها الدنيا ده لحدا تكون سمايا وباطل معنى الأنوي قيمة الأنوي بلا شوي ما شيء كانوا يعملون كوا عمل فلا الدنيا مركا اسبر بردك هذي لا كانوا أفهمنا حد كان هذا على بينة مرخاتة عدش سارا من ربه ربه كهذا وقرآن كأمسا مرخاتة وقرآن كي ويتلوه الرعو الله سعود شاهد وحو مرخاتة كعه ومنه من الله ألا حقي سكاء هذا ومن قبله هرتين كتاب كتاب موسى موسى كتاب كيس ويهي إماما حاله كتاب موسى هقامية يهي والرحمة الرحمة يهي كما الله يكون كذلك قفان صداه الملمذبا خبر كباك أقوان قف مرخاتة عد هيسا وقرآن كريم كأها هيسا مرخاتنا وفعسين هاي مرخاتك راعسا ويقول يوحي ليهين وكتبه هره نبي الله محمد وقران كي هايست اي انتي راعدي مرخاتك ومرخاتك عين حقي هاينا وكتبه هره يهودي النصاري لا مرخاتك عين حقي هاي فعكلو شاهدك اللغوت الماما معجزات قرانك حبارتين قف بينا عد كتاقن وهدنا مرخاتي هايستا وينو قرانك سعي هاي معجزاتي بأي موقته والله معجزة الصيني وملايكتي اي بربر سعته مرك شاهدك وافر بدني هاي وحين لنا هاي قف قرآن كريم كهيسو بينا عد كتاقل ومر خاتنا للسعودة وقرآن كعجاز كيسا يا النبي الله محمد فنشيه كيسي سفديسا قفان صدا سهينو ميل, با ميل بين 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 آمسن ما يسكمت بقى لبداس يسكمت ما أفمن أحد كان هذا على بينة مرخاتي عدو من ربه وقرآن كريم كه ويتلوه الله السعودة شاهد المرخاتي ومنه من الله ألا حقي سكاهاتي ويهودي النصاري توريدي إنجيله يا معجزة القرآن كوحا بارسين هيا ومن قبله استجهرتين وحاها كتاب موسى موسى كتاب كيس إماما حالو إمامها كتاب موسى هقامية والرحمة الرحمة حالو يهي كما الله يكون كذلك قفا صداهم من رميد بهوين مايا أولئك كوا النوع عاسة وحق كتاقني يؤمنون به بالقرآن ويرهمينيا كوا مرخاتة عدها يستوء فهمي قرآن كفهمي ويرهمينيا أولئك كوا مرخاتة عد كتاقن ومرخاتة عيسا يؤمنون ويرهمين به بالقرآن ومن يكفر خفكي كقالوا ببه قرآن لن تلقوا لحساب تما ياي هي ونار نار تبقى لقوا لحساب تما وإذا ما سيوي وفي القرآن كرمين واي وعجيب واي مركا لفدك إيسا كليا ماها دادو حاشر لفدك كليا ثمي لكن معنى إيسا إن لقول داغموه آنو قولي سيقو بيني يبي كردك انت هو بيني مره دوليه معنى إيسا الدستور إيو وحيابا كليا ديمقراطية دي وحكا لان كل داغمية يحير كقويسك إيو حوي يحير في عرك الرير هبل إيو وحا وفكاس هو بيني القرآن كمعنى إيسا وابدين أنا قال شرعاً يحكمتني وحنا نأمن سنها يا قرآن ككهر سريوليه لكن مالبا وحكوتنا هذو قرق في قرآن ككل رقم وياه لكن وأمن سيها إنه قرآن كحقيه وأجيها إنه حقيه إلا كي وحلتها إن هذا اللي قل رقم كذين كاسو حوال لقيا بالدين تكما بحين كاس هاوي وأسد بلا عدوي هذو سيرة قصي السعود وخطر بكوتنا الله وحليه ومن يكفر قفك كقالوا به بالقرآن كقالوا به ومن الحزاب كوحاها إصبهيسك يهودي نصاري مشرك العرب فالنار النار بموعده بلنتيسة
marka nabiyilla maxamed mar haday xaaladu saatahay oo alla la xisaabtami doono kuwa quraanka beeniya fala takuha ahanin fi miryati shaki min quraanka atikatahay innahu quraanku alhaq haq daba weeye oo min rabbika ka ahaday walakin aktharuna sadadka badan ko la yuuminuna marumaysanaba dad badan ba rumaysanayn adigu dadka aan rumaysanayn waad ka duwan tahay inuu xaq yahay baad ogtahay sida dadka u sheeg baa la leeyahay الله وحليه فلا تكوها أهان في مرية الشك منه من القرآن النبي الله محمد هكذا سقناه إنه قرآنك الحق حقوي ومن ربك ربك كأهاري ولكن أكثر الناس يددك بدن كون لا يؤمنون مرهم أين يام ومن أظلم يا كالظلم بدن عيدنا ممن أحد افترى كبين أبورتي على الله إلا كذيما كبين أبورتي أولئك كوا بين أبور ياشا يعرضون وحالوا بندق على ربهم ربك ودبا الله بندق يعني على حساب ربهم وي. ربي قد حسابتي سالوا بندقي ويقولوا لشهادوا مرخاتيالكم وحيدها يان هؤلاء كواسي الذين كوا يكذبوا بينيي وكبان أبورتي على ربهم ربي قد كبان أبورتي ألا لعنة الله إلهي اللعنة دي سر رحمة كالليرينتي سهاء هاتو على الظالمين يا كذل من بند قفك على كبان أبورتي ومحيلي وحان شرعي هين شرعي كالليقي وانتو حمان سميي إله باي أمريلو إله بارالي كايلي وابدعي يا كوكا بدعية بين أبورتو وبدعية وحن شرع الإسلام كم إذا أنتم شرع كسر الدرو ليه هاي بكم معنوه حنا قلنا يا إله بأي أمر بيك هذا جنت هاي وحكلو بين أبورك كم إذا وحن وياه ندم دعينه يعني ولي وحيودي وحاسا الله إيش هاي إنك صن أرجني ردنا بين ما شفت هاي أنا أرجني أمر كان قحطي كشغني بقال بلدوين اللي نبى يرد نبى ما أنتم مسدوين إسكت هاي أو برده الله يرد هذا بلدوين كويال فوير نبى ما culimadi meesha joogtay oo magaalada culimada u ahay oo culimada islaamka ducada waa bidciye waa wahaabi ku dhigi jirtay ninkii nabinimada sheegtay way ku qosleen waxa ma inay yihiin mana inaaf laga deynin hata lama hadlin hata waxa weeye dambay uga baxeen marka waxa weeye waa been abuurtayaashi kamid yihiin waman ahad kayba adlamu kadhul min badan liman ruux iftara ku been abuurtay cala allah alla kadiman been ku abuurtay ulaayka kuwa been abuurayaasha yucraduna waa loo bandhigay cala rabbihim ربي قد بالله بندق للحساب محكمة ده اللي سويتشو تشين ويقولوا لي شهادوا مرخاتيالكو روحي دي مرخاتيالكو واكو ايه ملائكتا يا انبياء دا يا مؤمنين تردبتا يا قعمه دي يحبنه دي يقولوا لي شهادوا حيدي هاولا كواسي الذين كوا يكذبوا كبانا بورتا على ربهم ربي قد كبانا بورتي ألا تنبه لعنة الله ألا اللعنة دي سهاء هاتو على الظالمين كوا الظالمين تا مشركين تا ظالمين تا دبوا كوا الذين كوا يسدون كهر جوكسدا دك على سبيل الله الا ودديس كهر جوكسدا ويبغونها وددا لدونا عوجا قلو على دونا ودقلو عمرها اني وددو قلو عتاي ثما ودد قلو عني لمر لمريت ثما ظالمين تو حوي لعنه كو دعدي الذين كوا يسدون على سبيل الله الا ودديس خلقك كلخي يغونا كلخدا ويبغونها وددا الا لدونا عوجا قلو على دونا وددي الا تقلو عني قلت دوني وهم كواسن بالاخره اخره هم يكافرون كو قالوا بي وي واخر حكم كقالد ليه يعني وي كقالوا بنا نراهده وهم بالاخره كافر اخرنا وي بيني كواسي وحسابتني اخر بمشي تيراده والله سبحانه